السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله نقوم بشرح بعنوان يختصر 6 أوامر بالأمر موكورو على برنامج أوتوكاد. أنا أستخدم نسخة 2015. هذا الأمر المفيد يساعدنا في اختصار الأوامر الست التالية: Move, Copy, Rotate, Scale, Base, Undo. في الحالة العادية لو نود أن نقوم بتطبيق هذه الأوامر نقوم بإدخالها الأمر تلو الأمر. مثلا لو نأتي إلى هنا نقوم بإدخال الأمر Move, Enter, نقوم باختيار العنصر، نقوم بسحبه إلى هنا. الآن نقوم بإدخال الأمر كوبي سي او انتر، نختار الأمر أو نختار العنصر انتر، نقوم بسحبه إلى هنا. نفس الشيء روتيت ار او انتر إلى غير ذلك. الآن نقوم بتطبيق الأمر موكورو. نأتي إلى هنا نقوم بإدخال الأمر موكورو انتر، select objects، نختار الأمر أو الشكل الخاص بنا، Enter, Base Point، ولتكن هنا. نلاحظ ظهور هذه النافذة الموجودة بها 6 أوامر، هنا Exit لا يعتبر أمر. نأتي إلى هنا نقوم بعمل Move، مثلا نقوم بسحبه إلى هنا. نلاحظ ظهور النافذة مباشرة التي تأمرنا بإدخال الأمر الموالي دون إعادة كتابتها في شريط المهام. نأتي إلى هنا مثلا نقوم بعمل Copy، نقوم بسحبه إلى هنا، Enter، تظهر النافذة مباشرة، Rotate، نقوم بعمل Rotate، ثم نأتي إلى الأمر الموالي Scale، نقوم بتكبيره مثلا هكذا، أو إدخاله من خلال أو إدخال المعامل في الأسفل، هكذا، ثم نقوم بتغيير Base، ولتكون هنا، ونلاحظ هنا الأمر الأخير عنده والذي اختصاره Ctrl Z. هكذا مثلا أن نأتي إلى Move هنا، ثم نقوم بالموافقة عن طريق الضغط على إيشاب عند الانتهاء من هذه الأوامر. هكذا قمنا بعمل 6 أوامر بأمر واحد. لا تبخلوا عنا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.